الاغنيه فيه بالذات اتس فيري ديب اند بيرسونال سونج بالنسبه له، وان كل كلمه هو قاصدها وحاسسها قوي، بس مش هيقول هو بيقصد بيها مين لان ده سر. هي اغنيه رومانسيه قوي وجميله قوي 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 جراحه يعني، وانا مبسوطه جدا ان انت حطيتها النهارده في الابتداء يعني. طيب مستديك ومستدي اللي انا كله. نعم مستديك ومستدي كل المعدين يعني اللي حطوا الاغنيه. العفو يا اسراء علي، مستدي قوي مستدي. هو هتعمل اي اهداء؟ لا ليكوا لاسره البرنامج مع كل الناس اللي بيحبوا الخدمه. خلاص اوكي خلاص اوكي اسراء مستدي. ادهم، انا ادهم. الو 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 الو. ايوه ايوه ازيك يا ادهم؟ الحمد لله. عملي تمام؟ اه. تابعتنا من الاول؟ اه. بتحب انريكي جاسس؟ اه. هتكسر اغنية؟ اه بايلاموس. بايلاموس اوكي خلاص. انت عارف شير يا ادهم؟ نعم. عارف المغنية شير؟ اه لا ما تعرفهاش. هي المفروض ان هي حد عندك كام سنة يا انا عندي 12 سنة. 12 سنة علشان كده اوكي. عشان شير دي المفروض ان هي يعني حد من الليجندز، انا مفكر ان احنا نحطها في التوب 10 دلوقتي. اسمعي انا مش هطول عليك في الكلام، هو اصل نفسي كتب اغنيه بليف بتاعه شهر الحياه نجاح كبير قوي تقريبا في 99، هو اللي كاتب اغنيه باي لاموس بتاعه انريكي اجلاس. يعني برضه كتير مش مشكله. عندك اي اهداء يا ادهم؟ لا. طيب خلاص اوكي ميرسي قوي. كنت عايز بس من حضرتك حاجه. اتفضل. كنت عايز بس من حضرتك اي اغنيه مجالي. اي اغنيه مش هتحب مصري قوي يا كمان. خلاص اوكي خلاص اوكي هاخد نوت بيها وان شاء الله في الحلقات الجايه نعرض له اغنيه ان شاء الله. ادهم؟